يعني نور قديش نواعي رحمة بتمتاز هيك بجمالها، اكيد كل اللي زار حما اكيد راعى النواعير. كنا عم نشوف مادة عن نواعير حما اللي تعد من أهم الأوابد الأثرية بسوريا، وخلال الحلقة أكيد رح نشوف معرض الجلديات والحقائب النسائية بمدينة سلمية، ويمكن سالي كثير من المعالم الأثرية المهمة جدا في سوريا لازم دائما نسلط الضوء عليها. صحيح نور، ويمكن مراسلينا ما عم يقصروا بتسليط الضوء على كل محافظة من المحافظات السورية. رح ننتقل لشي كل العالم بتحبه، ما حدا ما بحب كبار الأكل وصغار أكيد، كل لحم يعني شارع الأكل اللي هو حديث الناس ودائما كانوا يحكوا عنه، خاصة بمهرجان الشام بتجمعنا يلي أيضا مستمر ل17 آب لنحكي أكثر عن فكرة هذا الشارع، عن تمديده وقديش حبوه العالم حتى تمدد. أكيد ما بيقتصر أيضا على المهرجانات والمواسم، معنا ضيفنا زيد العجلاني وفيليب كاتبي من منظمي فعاليات شارع الأكل. أهلا وسهلا فيكم، يسعد اهلا وسهلا، صباحكم. يا اهلا وسهلا، أهلا وسهلا، يسعد صباحكم، يا وأهلا اهلا وسهلا فيكم، فيكم على شاشة الأخبارية السورية، وينعاد عليكم بالخير. يا اهلا بالبداية وسهلا خلينا بخير. نحكي، لما نقول شارع الأكل يعني فكرة غريبة شوي، كيف إجت الفكرة؟ بداية فكرة شارع الأكل كان في اجتماع بين سوشيال وبي أوردر، كنا عم نحكي إنه نحن لازم نعمل شيء اكتيفيتي له عن 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 طعام، فبلشت فكره انه نحن بنعمل شارع اكل. انتم ما بتعرفوا هي فكره موجوده عالميا صحيح. وشفنا منها عده نسخ بالبلاد العربيه، فكنا عم نحكي انه نحن فينا نعمل شيء بيطلع بايدنا، فبلشنا هيك خصوصا فكره. يمكن مع المائده السوريه اللي بتمتاز بالاكلات الشاميه الطيبه، فكره بتكون هون اكيد مختلفه. اكيد 100%، نحن في خصوصيه خصوصا شارع اكل الاكلات الشاميه والسوريه والشرقيه دائما، يعني بدنا نراعي هاي الظروف. المهم بلشت هي فكره اولى، بعدين لقينا انه هي ما عادت فكره، هي بلشنا عم ناخد خطوات، يعني خلص كل واحد فكر انه ناخد خطوات، وبلشنا باول مشاركه ب 2018 كان ضمن مهرجان شام تجمعنا النسخه الاولى. بالتوفيق التام. فيليب رح ننتقل لك، من فكره البي اوردر قديش هو ظريف البي اوردر، انه يكون واحد قاعد بالبيت ويطلب يلي بده اياه عن طريق الانترنت، هي كانت فكره كثير مهمه ويمكن انربطت بشارع الاكل. 100% 100% البي اوردر صار على نطاق واسع، يعني هلا مو شامل الكل، بس يعني مبدئيا هو خطوه ممتازه مع النت السريع عنا، يعني نقول ماشي حاله. الصراحه هلا عم نشتغل ليصير على نطاق واسع ان الله راد، يعني رح نشتغل على بقيه محافظات كمان مشان نفتحها. بي اوردر اليوم مغطي مدينه دمشق، اخذ شرايح كبيره وواسعه بمختلف الاعمار. بي اوردر فيه تشكيله كثير كبيره من المطاعم ونوعيه المطاعم والمطابخ اللي بتقدر تغطي هي الشرايح. والحقيقه منها طلعت فكره، نحن بالنسبه لنا البي اوردر موضوع شارع الاكل. نعم. فهالموقع اللي فيه مطاعم موقع افتراضي ينخلق على ارض الواقع ويجمع كل هي الأصناف. صحيح. الاصناف من المطاعم اللي بتقدم مختلف الاصناف ان كانت تدياني فلساوي نعم. وشرقي. يمكن كمان في كثير من الدعم كان لكم، وتوجهت لكم بعض الانتقادات فينا نقول شوي، ومنها هو رسم الدخول لشارع الاكل. تمام. نحن بشارع الاكل مثل ما شفتوا في عنا اقبال شديد وفي عنا ضغط كتير كبير. نعم. عم تجينا كانت انتقادات بسبب ضيق المكان، عدم تواجد اماكن القعده. تمام. نحن رسم الاكل، رسم الدخول هو قيمته 500 ليره. نعم. الشخص بياخذ بموجبه اكل بقيمه 500 ليره. طيب يلي عنده اولاد كتار دخول الاولاد مع يعني فينا اهلهم، نقول الرسم هو كان لتحديد عدد الاشخاص او تنظيم هي التنظيم الاعداد تنظيم الدخول، ونحن هذا الرسم للاشخاص البالغه، الاطفال بفوتوا بالمجان. تمام. نحن لانه داخليا نشاطنا الاكبر هو الاكل، فالشخص ما في تسالي كثير، عندنا تسالي لكن هي تسالي بسيطه لحتى الشخص يتسلى شوي، لكن هو رسم الدخول ما فينا نحن نكون قاعدين عالم وشخص بده يجي ياكل ما يلاقي قرنه يقعد، فنحن بدنا الاشخاص انه هي جايه تاكل جوعانه بدها تجرب عده مطاعم سمعانه عنا، فهي هذا هدفها، يعني هي 500 ما تروح اللي عم تروح عم ياخذ بموجبها اكل بقيمه 500 ليره بالداخل. هي يعني هي مش رسوم دخول فقط، هي بقيمه رسم الدخول هو عم ياخذ وجبه طعام. تمام. كيف تسترجع؟ مسترجع فينا يرجع بالكوين اللي فات فيها قيمتها 500 ليره يصرفها باي ريستورنت باي مطعم هو شافها مناسب انه بده يدوق من عنده، بياكل بقيمتها، بياكل بياخذ بقيمتها اكل. تمام.
تمام. يمكن نور الانتقادات اللي توجهت انه مثلا حدا عنده عيلة 5 اولاد او اكثر من هيك، فهي صعبة شوي انه يقدروا يفوتوا على شارع الاكل. لا بيقولوا طالما انه وضحتوا الفكرة انه ممكن ياكل بقيمة ال 500 اللي عم يدفعها فهو شيء جيد. كمان والاطفال دخولهم مجاني. تماما. كمان في انتقاد ثاني نور حول الوجبة انه ما انا كثير كبيرة، بيطلبوا بالمطاعم وجبة مثلا خلينا نقول كريسبي، الكريسبي فيها عدة قطعة كريسبي وجنب البطاطا والسلطة تبعها، شارع الاكل عم بتكون اصغر حجم، شو السبب؟ نحن الشخص الجاي على شارع الاكل هو شخص جاي ليجرب عده مطاعم سمعان عنا. نحن خلال 9 سنين المدينة دمشق بعدت عن بعضها، يعني اهل باب توما مع طلوع مشروع دمار، اهل مزه مع دراحو، يعني صار في تباعد، فصرنا نسمع عن سوشيال ميديا ومن رفقاتنا عن مطاعم كثير. فنحن كانت بدايه فكره شارع اكل انه احنا نجمع المطاعم الاشخاص اللي سمعوا عنهم، وبنفس الوقت الاشخاص اللي احنا بنسميهم هواة الموجودين هنا حصرا بشارع الاكل، انه هن اشخاص ما كان عندهم فرصتهم يكون عندهم مطعم خاص بسبب وقت او ظروف اخرى، فشارع اكل صارت عندهم هي الفرصه. فالشخص الجاي على شارع اكل هو بده يجرب عده انواع، مو بده يشبع بقرنه واحده، يعني فينا نقول هو عم يتذوق الاكلات مش تماماً. انه عم ياكل وجبه اساسيه تماما. انه اذا الشخص كل يوم بده يجرب مطعم يوم ثلاثه ما بلحق يجرب شارع اكل، في اشخاص بدها تجرب كل المحلات. عدد المطاعم الموجوده قد ايه تقريبا بشارع الاكل؟ ثلاثه كان 37، بالشارع سكرنا نحن يومين ورجعنا بالنسخه سميناها 3.5 مشان توسيع المكان، رجع 25 مطعم. نعم. يعني نور شيء كثير حلو شارع الاكل، انا ما رحت عليه لهلا بس نروح انا وياك. لازم نروح. استناكم اكيد معنا اليوم، نتشرف اكيد. في ديب مع التمديد اللي صار يمكن بناء على طلب الناس ورغبتهم انبسطوا بالمشروع هذا، في كان حتى انا عرفت انه داخل السوشي كان السنه، كان في سوشي يمكن بمطبخ المطبخ الصيني الياباني عفوا المطبخ الياباني ايه. والحقيقه نحن تقصدنا لانه مثل ما تفضل زيد شارع الاكل هو للعالم تذوق، مو الهدف منه بس 100% انه الفايت واحد بده ياكل. يمكن الشعب السوري زواق لانه بتعرف المائدة السورية قديش هي مائدة مهمة، فلهيك بتلاقي الموضوع كمان في نوع من التحدي والمسؤولية. لازم شارع الاكل حتى العالم تذوق اصناف ما لها موجودة، مثل ما قلنا مثلا بيفتح المطعم الياباني بمنطقة قال لك انه اهل المنطقة ما بقى راحوا منطقة لمنطقة، بس الحمد لله هلا رجع الامور شوي مستقرة، صار في العالم تقدر تتنقل وتروح تشوف كل شيء جديد، فتقصدنا انه يكون في عنا نوعيات تانية صيني ياباني تلياني يكون موجود. نعم. ومطعم الياباني بالذات العالم لسه ما عنده خبرة فيه أو نعم. عن نوع الأكل المقدم وطريقة أكله وطريقة تصنيعه. وحلو الواحد يشوف يمكن الأكل الشرقي والغربي سوا، يعني فيك تتزوق أنت النوعين. فتقصدنا أنه يكون في مثل شو عرض هو كيف عم بيصير هذا الأكل، يعرفوا من نوع المواد المستخدمة فيه كمان لحتى تشوف، لأنه مود كل العالم هو مرتكز على الأكل البحري. ويمكن هذا الهدف الأساسي للتمديد يمكن. تمام. يعني مددته حسب ليكون تقدر أكبر عدد من الناس يزوروا شارع الأكل ويتزوقوا يمكن أنواع كتير من المطابخ العربية والشرقية. بس خلينا نحكي قديش اليوم السوشيال ميديا بتساعدكم بالانتشار وبتساعدكم نوعا ما لتقدروا تدخلوا على كل بيت، لأنه مش كل الناس فيها تجي على شارع الأكل. عم تسمع من رفقاتها بس السوشيال ميديا اليوم عم نشوف إلى صدى واسع على الأرض. 100% تركيزنا كان على السوشيال ميديا بشكل أساسي، هي حتى العالم تعرف بموضوع ونستقطب موضوع شارع الأكل ونستقطب شريحة معينة وجيل معين يقدر يجي يشوف شو هو وينشر هاي الثقافة. نعم. بس بشكل عام بصراحة بفضل زيد يجاوب عليه هذا السؤال. نعم. عنده معلومات أوضح مني بكتير موضوع أكيد حيجاوبنا عليه. يمكن رح نرجع ننتقل للسوشيال ميديا نور، ولكن رح نروح لاستبيان مع استبيان، لا الاستبيان هو مع ضيوفنا أكيد، أنه دائما أنتم كنتوا توزعوا ورق، يمكن هذيك السنة توزع ورق استبيانات، أنا مثل ما فهمت أنه عجب ما عجبون حسب المطاعم، كل مطعم يوزع استبيان انه شو كانت السلبيات والايجابيات ل ل ل للمطعم، شو اللي عجبون اكثر لقدرتوا طورتوا هي السنه. دائما في
تجربة منخوضها نحن، إلها سلبيات وإلها إيجابيات. شارع الأكل حسب الاستبيان مثلا اللي أنتو حطيتوه لها هيك ببالكم أو طرحتوه، شو كانت سلبياته أكثر من إيجابياته؟ نحن الاستبيان هو كان ما ورقي لمطعم، كان تابع للسوشيال ميديا عن طريق كمان على السوشيال ميديا ونحن نحن اوريدي مثل كان عم بحكي الاستاذ فيليب انه نحن وسيله اعلاننا الوحيده هي السوشيال ميديا، فلحنا في 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 شفنا شكاوي عم تجي دائما كانت انه مثلا انه ليش دائما شارع الاكل بيكون بالقسم الاخير من الشهر العالم انه خاصه رواتبها ليش نقطه مهمه لازم تمام على الاعتبار تمام كان بس هي لازم تكون اول 3 ايام بالشهر مو بعد اول يوم اول 3 ايام بالشهر بعدين الراتب اول يوم تمام كانت الشكاوي معظمها عم بتكون انه ليش عم بيكون مثلا هيك سريع 15 يوم اخر الشهر في ضغط كتير في عجقه كتير ناس ما عم تلاقي تقعد الاوردر عم بيطول بالمطاعم فلحنا بالواقع ما كان تمديد قد ما كان نحن نزلنا بهي السنه بشهر يوم وقفنا 3 ايام هو فعليا احنا ما وقفنا اخذنا اجازه انه للعالم بس احنا كان في عندنا شغل كتير صعب لحتى نلحق نعيد توزيع المقر لحتى يرجع يوسع اكثر لحتى نلحق يعني عم تحكي عن عدد كبير من المطاعم تماما يعني كان اخبار كثير كبير بالنسخه الثالثه فلحنا ضاعفنا عدد الكراسي حتى والكافيه الموجوده كمان ضاعفنا مساحتها لحتى تستوعب القدر الكم الكبير فلحنا الاستبيان عم نشوف الملاحظات والشكاوي كلها عم تجي عن طريق السوشيال ميديا ففي فريق مخصص قاعد احنا بالسوشيال ميديا مكون من فريق من سوشيال هاو وبي اوردر لحتى يتابع ادق التفاصيل اللي عم تصير بس قد ايش فعلا بتساعدكم السوشيال ميديا اليوم لانه احنا عم نحكي عن فكره جميله عم تكون ببعض المناسبات ليش ما تكون فعلا هي فكره دائمه يكون في شارع مخصص لشارع الاكل نوعا ما هون حتى بتخف الانتقادات وتخف التساؤلات الناس احنا نطمح لحتى يكون في مقر دائم موجود لشارع الأكل ونطمح حتى نقدر نعمل جولة بين المحافظات شارع الأكل بالوضع الحالي متعب مساواته يعني صحيح. حتى العدة ترجع نحن من مد كهرباء ومكلف كتير كبير يعني من مد الصحية لمد الكهرباء لتجهيز المكان نحن عم ناخذ أرض هي ما لها مجهزة عم ناخذ شارع لما بيكون في المطابخ الموجوده من المطبخ الياباني ولا المطبخ الايطالي وهيك هو تحدي لانه هدول شارع الاكل بالنسخ العالميه هي بتنوجد اكلات صحيح. مجهزه لهذا المكان ما في المطبخ انه طبخ مباشر قدام العالم يعني ما في مطعم بينزل العده كامله بيكون حاطط كراتين او قصص بسيطه ما في بعاده هو منهاج صحي او برنامج صحي او كهربائي هو مثل نقطه مبيع بينما هون احنا المطاعم عم تنزل مطبخ كامل عم بنعرض الشخص عم بيشوف اكله عم بتحضر قدامه ولما بنجي على المطعم الياباني نقول اكله سوشي هي اكله كتير تريكي يعني انه الواحد بده يكون درجه التبريد على القد تمام ما بتقدر تطلع درجه اقل او درجه ابرد حتى يعني نحن مثلا بهي مكلفه كيف قدرتوا هون توازنوا بالموضوع يعني هي الاكله كمان مكلفه الاكله كمان هي كل شيء بشعر الاكل اللي احنا حاطينه انه تقريبا كل محل موجود عنده شيء بقيمه 500 بحيث انه يقدر يصرف الكوين المحطوطه على الباب ياخذ فيها تمام يعني مثلا بالسوشي مثلا في شيء السوشي موجود فيه بيقدر ياخذ 500 ليره قيمه سوشي ويجربها هو بده يجرب عده محلات يعني في انتقادات ايضا كانت على السوشيال ميديا ما دائما نحن بناخذ السلبيات بالعكس السلبيات هي دائما بتكون وقعها اقوى يمكن بتعلمنا اكثر للافضل خلينا نحكي قديش توجه هيك انتقادات قديش فادتنا هيدي الانتقادات دائما الانتقاد هو بيمشينا لقدام تمام هلا باي انتقاد دائما بانتقادات في انتقادات مضبوطه وفي انتقادات مو واضحه الصوره تبعها يعني مثلا مثل انه الضغط ما فينا نحن نعمل شيء بضغط العجقة ما فينا نسكر باب شخص جاي من بعيد ما فينا نسكر باب فنحن بنحاول نلاقي حلول فوريه مثل انه نسكر هي النسخه ناخذ 3 ايام بريك نرجع نقلل عدد المطاعم كتر مساحات تمام يكون في تنوع دائما نحرص انه يكون في تنوع شديد الاكل ما تتكرر كثير يعني مثلا احنا لما ننزل مثلا بنلاقي نوع صنف الاكل مكرر اكثر من مرتين ثلاثه في دائما بنحب نسمع في شغلات لانه بنسميها العين الثالثه او الشخص المنظور من برا في شغلات بجوز ما يشوفها احيانا انت مثلا بتتعودي على شغله ما تنتبه انه هي مثلا مسببه ازمه او مشكله صحيح. فنحن عن طريق حتى السوشيال ميديا بنحاول نتابع كل شيء انتقادات ونشوف لما يكون في تساؤل كثير عنا دغري بنحاول نلاقي له حل مو خلاص انه
نطنش على القصة. طيب فيليب، خلينا نحكي عن مشاركتكم هاي السنة بمهرجان الشام، تجمعنا شو اللي اختلف عن السنة الماضية؟ لأنه نحن عم نحكي كانت البداية بال 2013، فيعني كل سنة عن سنة بيكون في اختلاف وبيكون في شيء جديد عم تحاولوا تقدموه. هلا الحقيقة نحن يعني بفضل الجيش العربي السوري والتضحيات تبعه سنة 2018 أنا دمشق وريفا مدينة آمنة. صحيح. وبناء على هالأساس بلشت فعاليات تشتغل وتخلي العالم تقدر تطلع وتفوت. الشام تجمعنا كانت مشاركتنا الأولى السنة الماضية بحديقة تشرين، وهلأ حبينا نحن نكبر معهم ونحاول نشوف إذا بدنا ننتقل كمان لبقية محافظات بموضوع شارع الأكل بالذات، لأنه قريبا رح ننتقل نحاول نفتحه. مثل ما قال زيد صعب الشغل فيه، مو سهل، بس هاد مو لا يمنع انه كمان نحط شوي جهد اضافي حتى نقدر نفتح ببقية محافظات شارع الاكل. نحن دائما عندنا تعاون يعني بخصوص شارع الاكل مع وزارة السياحة بشكل رئيسي، هي الداعم تبعنا، وغرفة التجارة ما فينا نستبعد هاي الامور، هن الداعمين اللي لنا اللي عم يخلونا نقدر نوصل اللي نحن هلا وصلنا له الحقيقه، فهذا عم يخلينا نفتح مجالات ثانيه. نعم. يمكن في محاوله ايضا لانه تاخذوا مثل مشروع انه تعملوا شارع الاكل مو بس بمهرجان شام بتجمعنا، ولكن بهيك يكون دائم هذا المشروع. في هيك خطه لانه نحن ناخذ مثل شارع صغير ونعمله شارع الاكل، طبعا مؤهل خلينا نوصل بين المحافظات، لانه كمان حبيت. محافظات الى حق، او عن جد عم يكون في تساؤل اذا صحيح. في هيدا الشيء ولا لا. نحن مهرجان الشام تجمعنا بالبدايه له خصوصيه عنا، له قيمه مميزه، لانه نحن انطلاقتنا كانت من شارع الاكل، هذيك شارع اكل واحد من مهرجان شام تجمعنا. نعم. طبعا كل الشكر لوزاره السياحه ومعالي السيد الوزير ومحافظه دمشق والسيد المحافظ وغرفه التجاره للدعم اللي قدموا لنا لحتى قدرنا نبلش شارع الاكل. هو مو مرتبط بس بمهرجان شام تجمعنا، احنا بالنسخه الثانيه من شارع الاكل كانت بارض معرض دمشق الدولي القديمه ضمن مهرجان الجواد العربي، لكن نحن دائما عندنا هيك خصوصيه وفرحه لمهرجان شام تجمعنا، انه هون انطلاقتنا. نحن نطمح انه يكون في ارض ثابته ومشاريع مشروع قائم على مدى السنه او على مدى الصيفيه لشارع الاكل، وبنفس الوقت يكون في نسخه كمان عم تتجول ضمن دمشق وضمن المحافظات بنفس الوقت. طيب شو العقبات او الثغرات اللي واجهتكم السنه الماضيه عم تحاولوا يمكن تتخطوها او فعلا تتيسر الامور بشكل افضل بالنسبه لكم هاي السنه؟ نحن هذيك السنه هي كانت تجربتنا الاولى، ففي اخطاء نتعلم منها، بحيث يعني شارع الاكل واحد اخذ منا تجهيز شهر، تمام. شارع الاكل ثلاثه نحن اخذ معنا مده اسبوع تقريبا، صرنا نعرف كيف العمليه بتصير اسرع، صرنا نعرف كيف التنوع. شارع الاكل واحد كانت لسه الفكره جديده على على المطاعم اللي بدها تشارك، على الهواة، على الاشخاص القادمين، فكان مثلا العده كيف بده يجهزوا عدتهم، كيف بده ينزلوا عدتهم، كيف ستاف عماله بده يكون موجود مده شهر وباقي السنه ما يكون موجود. مع الوقت المطاعم بلشت تتدارك معنا وتمشي معنا، صار في مطاعم عم جهزة عده خاصه لشارع اكل، في ستاف هذا مخصص لينزل لشارع الاكل. هي عقبه كثير كانت مهمه وكثير نلاقي فيها صعوبه بشارع اكل واحد. حلو. حابين كمان فيليب تحكي لنا هيك عن شو حابين تتجاوزوا، كلمه اخيره منك لكل اللي عم يتابعنا، شو الثغرات اللي حابين تتجاوزوها ليكون شارع الاكل هيك هو شارع الأكل ظريف بس ليكون هيك بحلة ما فيها هيك انتقادات أو ثغرات؟ نحن اليوم بدنا نعمل شيء منيح للبلد أكيد، يعني أكيد. كل واحد هدفه اليوم بده يشتغل يقدم أفضل ما عنده. صحيح. أوكي، مو دائما الأمور بنرجع بنقولها، مو دائما الأمور مردود مادي، مو دائما الأمور هي موضوع برستيج. هو بده يكون يوم في شيء بدك تعملي نحن كجمهور بي أوردر ولا جمهور سوشيلها ولا العالم بدها تروح يكون في شيء عندها تستفاد منه. يمكن الشباب السوري خلال فترة الأزمة كان عم يحاول يعمل فعاليات ونشاطات فعلا تعبر عن هيدا الموضوع وراح على السوشيال ميديا. يعني نحن اليوم السوشيال ميديا شغلة كتير 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 مهمة. نحن السوشيال ميديا بالنسبة لنا، بس أنا كنت أضيف شغلة صغيرة فضل. على السيد زيد،
انه نحن مو بس المطعم صرنا نعرف كيف نستخدم مع المطاعم شارع الاكل. اليوم عندي الجمهور بده يجي، نعرف كيف نوجهه، امتى بدنا اياه يجي، على شو بدنا اياه يجي، شو بدنا يجي يشوف. الهدف، المسج، الرساله اللي نوصل له اياها من شارع الاكل. بالنسبه كمان للمطعم الفتح، انه اليوم صار بالنسبه له هالجمهور الكبير، هذا الشريحه الكبيره الجايه على شارع الاكل، عم بيقدر يستفاد منه لحتى يعرف اذا عنده شيء جديد بده ينزله بمطعمه او بده يجربه، يقدر ياخذ اراء وافكار جديده. نعم. بس نحن اليوم ما بدنا شيء، بدنا نقول بكل وضوح وشفافيه انه نحن عم نحاول نقدم افضل ما عنا وعم نتعلم. اذا طلع عنا شويه عقبات ماضيه رح نحاول نجتازها ولحتى نمشي بشيء احسن. صحيح. ودائما عم نلقى هذا الدعم، يعني الحقيقه ما حدا عم بيقصر معنا، فان شاء الله بنقدم شيء احسن للمستقبل ان شاء الله يا رب. اكيد نتمنى لكم التوفيق بخطواتكم القادمه ونتشكركم على وجودكم معنا. اكيد نتمنى لكم كل التوفيق، وما في شيء بيصير بلا ثغرات وبلا اخطاء. دائما بيقولوا ما رح نقول الفشل، ولكن الخطا هو بيعلمنا انه نحن نوقف ونكون اقوى من قبل، موفقين بكل مشاريع. شكرا. اهلا وسهلا فيكم. شكرا لكم.